يجدد بيديه ما بهت لونه ليعيد للقديم سحره وألوانه الزاهية. فن ترميم المساجد الذي يعيد النقوش الأثرية إلى حالتها الأولى أو إعطائها الشكل الأقرب لأصلها من دون إضافات. ترميم يدوي تخضع له هذه الزاوية في أحد المساجد في عملية تحتاج إلى الكثير من الصبر والخبرة العالية والدقة، بالإضافة إلى الأدوات المساعدة كهذه الريشة والعصا التي يرمي ثقل يده عليها. مساجد وجوامع تاريخية عديدة في اليمن شهدت أعمال ترميم وتجميل، منها جامع ومدرسة الأشرفية بتعز في العام 2005، والجامع الكبير بصنعاء عام 2006، ومسجد المظفر بتعز عام 2021، وغيرها من المساجد التي كانت في حاجة ماسة لمعالجة التشققات والإصابات الأخرى التي سببتها العوامل المحيطة بها. ترميم دور العبادة واحد من صور الحفاظ على التاريخ والتراث الديني اليمني، وهو ما تحتاجه باستمرار الجوامع التي تذكر اليمنيين بتاريخهم الإسلامي العريق.